ومنين طلع هذا الشغل هلا؟ هيك خبروني هلا انه بدي اروح على المعمل اخذ البضاعه بس ما بعرف لوين. طيب وعزيمه الغداء؟ شو صار من اجلها؟ شو رح تخرب الدنيا؟ فزاعة على طبعك، يعني هي ثالث مرة أمي بتعزمنا على الغداء ومنأجل. هلا أكيد بتاخذ على خاطرة منك. لا والمخلوقة طابخت لك طبختين ثلاثة خصوصي من شانك. هذا شغلي. شو بدي ساوي يعني؟ أنت اشرحي لها شوي عن طبيعة شغلي، وأكيد ما رح تزعل. وشو بدي أقول لها عن طبيعة شغلك يعني؟ إن شاء الله مفكر حالك وزير. أكل لك شوفير على سيارة شحن. هلا شوفير ولا وزير؟ مو كله شغل؟ طيب انت انو ساعة بدك تحمل النقلة من المعمل؟ يعني ساعة 10. ولوين مشوارك؟ هنيك ببين معي. طيب شو رأيك تحمل نقلتك وتيجي تتغدى عند امي وبعدين بتكفي مشوارك؟ وشلون بدي اجيب السيارة محملة بالبضاعة لعند امك؟ هلا محملة ولا فاضية شو بتفرق معك؟ ماشي الحال يا ستي، هلا بشوف شو بصير معي وبتصل تليفون لعند امك. وهي توقيعنا. ها شرف ساز، دير بالك بعمها، النقلة كلها ازاز، يعني ضربة فرام مو بمحلها، لفة كوع فجائية، تنتيعها مو بوقتها، البضاعة كلها بتتكسر. ولا يهمك ساز، لا توصي حريص. لا انا عم بحكي مشانك، لانه معلم طالع قرار جديد وطلب من كل الشوفيرية يوقعوا عليه ويتبلغوه. شو هالقرار؟ اول شيء رح يرفع اجرة الشوفيرية بالنقلة الوحدة للدبل. شو هالحكي؟ يعني بيطلع لنا على النقلة 1000 ليرة عواد 500؟ ايه نعم، بقى عيشوا بهالنعيم لإلكم، شو لسه بدكم أكثر من هيك؟ شو مناسبة رفع الأجور؟ أكيد من وراها شي تاني، لأنه المعلم ما بيدفع هيك مبالغ إلا إذا كان بنضره على شي تاني. اسمع هلأ البند التاني من القرار. ما قلت لك أكيد الحبكة بالبند التاني. من هلأ ورايح صار التحميل على مسؤولية الشوفير. كيف يعني؟ كيف يعني واضحة؟ ما بدها شرح، يعني كل شيء بتكسر حضرتكم مسؤولين عنه. يا حبيبي وبركي ما معنا ندفع منين نجي. سيدي بقسطوا لكم يا هون لفتره طويله. سيد وقع لي هذا القرار. لا الشغله صارت بتخوف كثير يا استاذ. ليش بتخوف؟ ليش ما كنتوا تخافوا لما كان التكسير على حساب الشركه؟ ما قصدي هيك يا استاذ، نحن دبساتنا مراء، ما فينا نتحمل ضربه لا سمح الله، بينما الشركه بتتحمل خساره مثل هي بسيطه. بس لا تنسى كمان ان الاجره دوبله، وكل المطلوب منكم هلا شويه حرص زياده، يعني الشغله فيها عدل، انا هيك شايف. صحيح، بس القصه صار بدها حرص كثير مو شوي. شفت شلون؟ شفت حكمته بعد نظر لمعلم؟ لمعلم ما بيطالع قرار عشوائي او مو مدروس، وبهالطريقه اجبركم على اتخاذ اقصى حالات الحذر والحيطه. يا لطيف شو حكيم هالزلمه، يا لطيف. وقع وقع ابو عمار واتكل على الله بقى. الله يجيرنا. المهم ايمتى التحميل؟ هلا فيك تحمل، مشوارك قريب على دير عطيه. بدي اسالك استاذ. تفضل. هلا البضاعه قديش بدها تنحقق؟ بسيطه، ابو 50,000 ورقه. هلا اذا انكسرت البضاعه معي انا كم شهر بدي لوفي حقها؟ سيدي سنتين زمان، لك شو بدنا نوكل الله، ليش حاطط الفال الاسود بين عيونك؟ اتكلنا على الله. شريف. يمكن اجى ابو عمار. مرحبا. اهلا وسهلا، تفضل. مرحبا حماتي. اهلا وسهلا، تفضل. قالت لي مرتي انه ما بتستدوي بالغداء الا اذا كنت جنبك، وهي انا جيتك. ايه والله يا ابني، انا على طول بحب تكونوا بجنبي. ايه ابو عمار، وين مشوارك اليوم؟ على دير عطية. ايه منيح قريب. لذلك قلت لحالي بمرق اليوم لعند حماتي وبكحل عيوني بوشها الحلو. يي الله يخلي ايامك يا رب، يخلي لي اياك يا صغري. الله يستر. شو هال؟ شو هالصوت ابو عمار؟ شو بيعرفني؟ الواحد طول مواعي بيسمع اشكال والوان. وين الغدا حماتي؟ جاهز جاهز. خليكم قاعدين، انا بفتح. اهلين. نعم. السيارة الشحن اللي برا لكم؟ ايه قلنا شبهها. في سيارة ضربتها وهربت. شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك. الله لا يعطيه العافية على العملة، ضروري كنت تدالع اليوم الغداء عند حماتي.
لك يا اخي انا صاحب السياره. لا حول ولا قوه الا بالله. شو هالمصيبة هي؟ اخي ادعي لربك انه ما صار لك شيء، يعني لا سمح الله لو كنت ماشي بالطريق ابصر شو كان صار فيك هلا. الحمد لله لا يحمد على مكروه سواه. سيدي الحمد لله على السلامة، منيح اللي ما حدا تأذى، الله يلعن ابو المصاري. اخي انا بعرف مصلح فاتح بحوش بلاس بيرجع لك اياها جديدة وبيراعيك منيح، بس انت اللي بعتني هيثم. ما اختلفنا ما اختلفنا يا شباب، بس يا شباب حدا منكم اخذ رقم السيارة اللي ضربتني؟ لا والله ما حدا. بسيطة أخي بسيطة، هذا امتحان من رب العالمين. ما اختلفنا يا أخي، بس مين بده يدفع لي حق البضاعة؟ 50,000 ليرة يا شباب حق البضاعة، مين بده يدفع لي إياها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله على العلا. يا شباب يا شباب يا شباب، إذا بتريدوا لا حدا يتحرك من محله. أنا حابب أحكي كلمتين. أنا بشكر غيركم على الزلمة ووقفتكم معه بهيك أزمة. هي هي أخلاقنا اللي تربينا عليها، وهي قيمنا اللي توارثناها أبا عن جد. أهم شيء أخذناه عن أجدادنا هو إغاثة الملهوف ومساعدة المعتر وجبر الخواطر، ونحن لازم نقرن القول بالفعل. هذا الزلمة تعرض لمصيبة من غامض علمه، وممكن كل واحد منا يتعرض لنفس المصيبة. شو منعمل؟ ها؟ فهموني، منتركه ملحوش على قارعة الطريق عم يندب حظه، ولا من مد إيدينا ونساعده؟ هذا الحادث اختبار للناس، اختبار لضمائرهم لوجدانهم، مو اختبار للمعتر هذا ابدا. ربنا بده يشوف لمتنا على بعض، لهفتنا على بعض، ونحن لازم نلم له حق البضاعه. ونيالك يا فاعل الخير عند الله، نيالك يا فاعل الخير عند الله. وهي انا رح ابدا بنفسي واتبرع ب1,000 ليرة، وانتوا يا شباب شوفوا شو بيطلع من خاطركم. يعوض عليك 10 مسالة. نيالك يا فاعل الخير، نيالك نيالك عند الله. هات شو طلع منك، هات هات يا عمي هات ايدك 10 مسالة. نيالك يا فاعل الخير. خود عمي خود، هذا اللي طلع من خاطر الشباب. كتر خيركم كتر خيركم يا جماعة، الله يقدرني يرد لكم هالمعروف هاد. قديش طلع المصاري؟ حوالي 25,000 تقريبا. وبقديش البضاعة اللي تكسرت؟ 30,000، لأنه نفد منها شوي. أبو عمار؟ خذ الإسوارة بيعها وحط حقها فوق المصاري. بس يا محمد ما بدها. بس أبو عمار، إذا هلا ما بعت لك إسوارتي، إمتى بدي بيع لك إياها؟ فعلا، شعبنا طيب، بحب جبر الخواطر وإغاثة الملهوف. أنت أصيلة كثير يا معمر، مثل هداك الزلمة اللي الله بعت لي إياه مشان يلم لي هالمصاري. تفضل. أهلين أبو عمار، تفضل. حضرتكم ليش مستغرب؟ عفوا استاذ، مو حضرتكم اللي؟ اي نعم، انا اللي ساعدتك يوم الحادث، كنت ماري بالصدفه وعرفت السياره. شكرا سيدنا، عفوا انا لساني عاجز عن الشكر. بسيطه ابو عمر بسيطه، الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا، تفضل شرف. عفوا سيدنا. شرف شرف تفضل. شكرا شكرا. اهلا وسهلا. شكرا. تفضل عود. شكرا سيدنا. شرف. شو هاد سيدنا؟ قرار فصلك. فصلي انا؟ اي طبعا، لانه لولا استهتارك ما كان صار اللي صار. السيارة كانت مصفوفة بالبلد بينما كان مشوارك عبد العطية، فشو اللي جابها للبلد؟ عفوا استاذ، انا في شغلة واحدة ما عم بفهمها، طالما بتفصلني ليش لميت لي المصاري؟ انا لميت المصاري للشركة مو لك، لاني بعرف انك اندبوري ما معك ولا نقلة، وحق البضاعة رح يروح علي، ولما رح نصلك رح تطالع لنا روحنا لترجع المصاري. فهمت هلا ليش؟ يلي فهمته شغلة واحدة بس ما كنت بعرفها بالأول. شو هي؟ فعلا شعبنا بحب جبر الخواطر وإغاثة الملهوف.
كنت في العين. يلا يلا ابو عجلي، يلا يلا. ابو فارس عنده جنيني كلها اسمار وعم بتغني عغصانة جوقت اطيار. خفي ايدك يا زينب، صار وقت جيت عمك ابو فارس من الحقلة. ايش بدك يعني يساوي يعني؟ ما كانت تسوي الطبخة معي. شلون ما كانت تسوي؟ ايش عم تطبخي خروف محشي؟ كلها لقمة برغل بكوسة. صحيح، بس يمكن البرغلات قاسين شوي مرت عمي، مشان هيك ما عم يستوى. لك ولي شو حوبي، ضيفي لك كيلة مي بيمشي الحال. هيك قلتك مرت عمي؟ اي لك انا، قومي قومي هاتي. ايه بس بخاف تتخبص الطبخة. لك ولي على الغشيم وساعته، انه لايمتى بدي ضل علمك؟ ولا خفيها بقى، هلا بيجي فارس وبلاقي الاكل مو خالص، بيفتح باجوه علينا وبيعملنا سرعه. لكان مرت عمو رح ساوي سلطه لبن بخيار لبين ما تستوي الطبخه، شو رايك؟ ولك بس يا حبه، مرت عمو بحطوا لها سلطه اللبن بخيار نعناع يابس. ايه بينحط لك انت، بينحط لها. لك ودي على قامتي ودي على حظي ودي على جوزناك يا فارس لحتى مرتك تعيننا. اتاري يا فارس مرتك بدها 10 زلم لحتى يعينوها، والعريضه ان شاء الله. يا رايحين عحلب حبي يا معاكم راح، يا محملين العنب تحت يا العنب تفاح، كل من حبيبه معه وانا حبيبي راح، يا ربي نسمة هوا ترد الحلو لي. الله يعطيك العافية يا ابو عجلي، صحة وهنا. أنا رايح أتغذى، وأنت كمان، وأنت كمان، هاي زوادي، هاي زوادي كل منها، أنت اشتغلت اليوم يعني شغل 10 ثوار من عمرك، الله يعطيك العافية، وأني ممنون منك كثير يا صاحبي، ممنون منك كثير، يعني وبعتبرك بمقام أخي الأكبر، ورب ثور لك لم تلده أمك. تعال جاي أبو عجلي، هاي كمشت بندو حلي فرصك فيها تستاهل، وهي كمشة فستو مزمزن على مهلك بتستاهل. سلام عليكم. مرحبا يا بيه. أهلين فارس، شلونك اليوم؟ نشكر الله. شو هلق جيت من المدرسة انت؟ اي والله قلت لحالي بمروا لعندك بروسة وعلى الغداء. شلون كان هرك يا بيه؟ بصراحة يا ابني تعبت كثير اليوم، يخرب ديارة هالأرض مش عم تنقلب معي بسهولة، حجارة مثل الصوان. بدك الحقيقة يا أبي، مو الأرض يلي قاسية. إلا مين القاسي؟ ما بعرف، يعني أنا بخاف إلك الحقيقة تقوم تزعل مني. لا قول، معقول أزعل منك يعني؟ يا أبي أنت يعني ملبك حالك، يعني حاطط رجلتينك بصرماية واحدة. شلون يعني؟ يعني بدك تفلح وتبدر وتعشب وتزرع لحالك، وإذا أجيت الحق يا بي الأرض مو قاسية بنوب، بالعكس أطرى من الحنة، بس كل الحق على أبو عجلة. شبو أبو عجلة؟ شلون شبو؟ عد على صبيعك لقلك، أولاً ختير وصار عزمه ضعيف وحيله مهدود، ثانياً لا تكمل يا فارس، لا تكمل، أنا ما بسمحش لمخلوق على وجه الأرض إنه يجيب سيرة أبو عجلة قدامي، لا بخير ولا بشر، بقى غير لي هالسيرة بكون أحسن. شفت شلون زعلت؟ معلوم بدي أزعل، يعني كون بمطرحي انت واجا زلمي وقاعد يغتاب صاحبك وينتف بريشه قدامك، شو رح تعمل انت وقتيها؟ ها؟ اكيد رح تزعل ويمكن تنفض كفين بالمقلوبه على حنكه حتى يوقف النميمه، لا وخاصه اذا كان كلامه افتراء ومش مزبوط يا فارس. إيه بس انا كلامي مزبوط. لا ابدا ابدا بتاتا مش مزبوط. وليش مو مزبوط بقى؟ لانه بو عجلي مش ختيار. بو عجلي لو ربطته بالجبل بيزحزحه من مكانه. يا ابي الله يخليك، اسمعني منيح هلا ولا يطلع خلقك علي. هلا قديش العمر الافتراضي للتور؟ بيعيش كثير، بيعيش اكثر مني ومنك، كان عند جدك ثور عاش اكثر منه. طبعا لانه جدي الله يرحمه مات وعمره 27 سنه. المهم العمر الافتراضي للتور هو بكامل صحته وقوته، يعني بدك تقول شيء 20 سنه، ومن بعدها خلاص ببلش ينوص ويضعف ونظره بيخف وعيونه بتعمش وبتنزل عليها المي الزرقاء وبصير معه عمى الوان. ولك اخ اخ، بس بدي افهم يا فارس، شو يلي مخليك نتغاروا من ابو عجلي؟ يعني حرام يكون في صداقه شخصيه بيني وبين هالمخلوق؟
ولك يا فارس يا ابن المدارس، صداقتي مع هالمخلوق صداقة محب لمحب. إيه طبعاً، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. لا مش صحيح، بوعجلي ما فيهوش ولا عيب وحدي، بتحداك. هالرجل هذا هالثوري يعني كامل مكمل، محبك مبكل، بالقوة أقوى من 20 حصان، بالصبر أصبر من 100 جمال، بالتحمل بيتحمل أكثر من 50 حمار، وبالذكاء أذكى من 700 قرد. وأنا بستغرب شلون هايك بقيسوا قوة المحركات، محركات السيارات يعني، بالأحصنة. لازم يقولوا هالمحرك قوته 50 ثور مش 50 حصان. فعلا هزولت يا فارس، هزولت. بعدين تعال قل لك، الحصان مخلوق مايع مدلع، بيطول شعره وبيعمل ذنب حصان من ورا. لا وفوق هالشي بيعلمون رقص، بيصير ينطوط ويقمز مثل الست المغندرة قدام البشر. انت بعمرك شفت بوعجلي عم يترقص ويتنطوط بالحقل مثل الحصان المخنف؟ يا بي الله يخليك، هلا شو بدنا بهالقصص؟ شلون شو بدنا بهالقصص؟ بعدين الشاعر لما مدح امير المؤمنين شو قال له؟ ايش بعرفني انا شو قال له؟ قال له انت كالتيس في قوة التحمل وكالثور في قراع الخطوب. على عيني وراسي يا ابي، بس انا كان قصدي. لا لا، حتى تعرف اني انا بعرف شعر مش بس انت. فيك البركة يا ابي الله يخليك، بس هلق ليش انت بتحب تاخذ صد وتعطي رد؟ خلاص بو عجلي مفضل علينا كلنا، وهالصديقة يلي بيني وبينه قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. أنا بحترم جهوده وبكرمه وهو بيساعدني بالفليحة. من تمساكت؟ شلون يعني من تمساكت؟ ما بعجلك خسرتك السنة الماضية؟ شو قوام نسيت؟ معلوم بده يبعجها ويطعجها ويبقرها بقر كمان. وليش ما؟ معلوم معلوم، لأنه الحق علي أنا. أنا شغلته أكثر من 8 ساعات عمل بدون ما دللوا ادفع له إضافة. أبدو يثور علي ما فيهاش حكي. أصلاً هالثورات يا فارس بالعالم كله منين جاي؟ من ناس ثاروا مثل بوعجلي وطالبوا بحق. ولك يخرب بيتكن يا متعلمين، حتى الثور إذا شعر إنه تاكل حقه بثور فرد ثورة، مش بيخنع مثل البزاقة. هلق انت عم يعطوك حق الدروس الإضافية بالمدرسة؟ مين يا حسرة؟ عم نداوي صبح ومساء وعمل طوعي إجباري وأوفر تايم وبأيام العطل وما حدا لحدا، كلمة يعطيكم العافية ما في. ودخلك شو عملته؟ عملته عريضة احتجاج؟ طالبته مقابلة الوزير؟ ها؟ شو عملته؟ طبعا يا بي، لأنه المهم هلق ما بدناش نكثر حكي، بوعجلي عندي أغلى من أولادي، ولأنه من جيلي رح أقول أغلى من كل أصحابي. بقى خلص يا فارس، سكر لي باب الحكي وأسكت أسكت. حطي مخلل يا زينب من الخابية اللي جوا. حاضر. مخلل فليفلة ولا لفت مرت عمي؟ ليش بقيان عنا لفت يا حبي؟ حطي مخلل خيار وفليفلة. حاضر مرت عمي. اتقربش على هالموضوع بتاتا. يا ابي انا ما حكيت شي غلط. غلط ولا صح، انا ما بحب حدا يتدخل بموضوع بوعجلي، فهمت ولا ما فهمت؟ يعطيك العافية. اهلين ابو فارس. خير، شبك عم تتخانق انت وابنك؟ انا ما عم بتخانق مع حدا، بس ابنك فارس الله يحرس لك اياه حامل السلم بالعرض وماشي بسوق الحمدية. يلا شو طابخين يا ترى؟ ابو شلهوب. ابو شلهوب، البرغ والمسامير الركب يا ام فارس. شبك يا فارس، ما تعضقات؟ يعطيكم العافيه. الله يعافيكي. الله يعافيك. اي شو يا ترى طبخ مين اليوم؟ طبخك ولا طبخ امي؟ لا طبخ زينب، الواحد يحكي الدغري.
هي الدرسانة صاير طبخها كتير كتير ظريف. جرب جرب أبو فارس ودوق. معلوم الله يعطيها العافية، طبخها زاكي ولذيذ. مرت ابنك ملحيس هذيك كل ما بيقولها جاوزها يا فاطمة اطبخي حاجتنا حواضر، بتقله مريضة بيقول لها قومي كلي، بتقول له وين معلقتي العريضة. مو لهالدرجة انت التاني، روح الله لا يعلق حدا بلسانك. مش هذا هو الواقع يا ام فارس، يخرب دياره مثل القنفذي، لا بتنعض ولا بتنباس ولا خرج الواحد يحطها على الراس. هل هيك بتحكي عني لما بكون غايبه عمي؟ لا ولو، انت ما فيش منك، بس هذيك غشيمه ومعتره ولحد هلاق ما بتعرف البقدونس من الكزبره. الله يعينك يا ابني، ملحص عليها يعني عديمة الخواص والفايدة. يعني مثل أبو عجلة. أمنت بالله على هالنهار، هلا اقتني ما رح نخلص من نقك أنت يا فارس اليوم. خير شوفي ابنك هالمنظوم حاطط كعارة وبكعار أبو عجلة، لوين بده يوصل بالنهاية؟ شو بده؟ ما كنتش أفهم يا أمي. الحق بإيدي، أبي كل يوم عم يطعمي أبو عجلة نص كيلو لوز وجوز وبندق وفستو، يعني هالسنة مونة مكسرات ما في. صحيح يا أبو فارس؟ هلق بس بدي أفهم، أنتو ليش متضايقين من أبو عجلة؟ ليش؟ إيه؟ أبو عجلة بيستاهل وخدوم، بعدين لا تنسوا إنه رفيق عمر وصديق درب يعنى، ولولاه ما كان في عنا مواسم يا أم فارس. وشو بيقول لك المثال؟ يلي بيرفعك على ظهره حتى تقطف تين، أول تين بتقطفها طعميها. هيك الأصول بتقول، ولا شو رأيك يا أم فارس؟ شو بدك برأيي هلأ تيني؟ لا قولي يا أم فارس قولي. شو بدي أقول يعني؟ إذا وافقتك على رأيك رح أصير فهيمة، بس إذا خالفتك بدي أكون بهيمة، بقى شو الفايدة؟ يعني انت كمان يا ام فارس ضد ابو عجلة؟ طيب بسيطة، وانت يا زينب شو رأيك ابو عجلة؟ ليش من ايمتى كنت اخذ رأيي؟ مو انت دايما بتقلي انه انا مثل الناموسة يلي هدت على ظهر الجاموسة، قالت له صباح الخير يا ستي، قالت له ليش بلا زغرة منو انت؟ مو انت هيك دايما بتقلي عمي؟ لا 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 قولي ولي قولي ولا يهمك. صراحة عمي كلنا بالعيلة ضد ابو عجلة. هيك لك مؤامرة جماعية يعني؟ طيب شو السبب؟ بدي أسألك يا زينب، نطحك شيء؟ هذا اللي كان ناقص. رفسك شيء؟ ما أحلى والله. عضك شيء؟ فشرت عينتينه. باسك شيء؟ يولواه الواه تبوسه حي بسبع روس إن شاء الله. لكن شو سبب العداوة لهالمخلوق؟ السبب إنه وقته انتهى، صلاحيته خلصت، شكراً لمساعي، إيه لازم ينحال على التقاعد بقى. ينحال على التقاعد؟ طبعاً، لأنه صار له عمر بيناتنا، يحلو يفرقنا بريحة طيبة بقى. إن شاء الله ريحته الطيبة تخنقك خنق، فهمتي ولا ما فهمتي؟ ما بعرف، هذا رأيي. هذا رأيي، وصار إلك رأي كمان؟ أصلاً أنت مثل الناموسي يلي هدت على ظهر الجاموسي، قالت له صباح الخير يا ستاي، قالت له بلا الزغرة منو انت؟ امرك عمي. يا بي بدك مختصر الكلام؟ هات تشوف، نحن هلا بدنا تراكتور. شو هاد تراكتور؟ لانه بصراحة راحت ايام الجواميس والتوار، فهمت علينا بقى؟ ها ها
هلق فهمت. بتكون تراكتور لكان. ايه طبعا، لانه الارض ما عادت تنقلب مع ابو عجله. هو اذا بده يقلبها ويفلحها ويعمل جهده بده شهر على القليله، اما تراكتور بلمح البصر، ولك بلمح البصر بيقلب لك عليها واطيها. يا بي الله يخليك، نحن هلا باخر القرن العشرين، يعني فايتين على القرن الواحد والعشرين، وزمن الحيوانات التوار والبغال والحمير والجحاش خلاص راح. ولا صحيح هي خدمتنا كثير وإلى دين برقبتنا، بس خلاص الواحد لازم يلحق مصلحته. بعدين عمي لا تنسى انه فارس بيعرف يسوق على التراكتور، تعلم بالجيش يقبر قلبي. ايه مزبوط يا بي مزبوط. بعدين يعني انت لازم ترتاح، صحيح انا معلم مدرسه قبل الظهر، بس بعد الظهر فاضي، يعني بساعدك شوي بالفلاحه. يعني هلق انتو بدكم تستغنوا عني مثل ما بدكم تستغنوا عن الثور؟ لا يا بي الله يديمك، مو هذا القصد، بس يعني نحن هلا صرنا بزمن الاله، مو حلو نضل عم نحرط على التور. لك عمو لملحس، عمو ابو مرتو هذا العم الجاهل اشترى تراكتور وعم يفلح فيه ارضه، ومواسمه عم تغل ذهب احمر. مو مثلنا يا حضرتي، على حالنا كل مالنا لورا مثل بعر الجمال. طبعا عمي، لانه سكه التراكتور بتدخل بالارض نص متر، اما ابو عجله ايه ما عم يقدر يدخل السكه بالارض نص شبر. بعدين يا ابي اسمع لقلا، 100 فلاح ببوس ايدك وشه وقفه لحتى يستاجر التراكتور لما بيكون فاضي. يعني باقل من سنه بتطلع حق التراكتور وازود كمان. هي من جهه، ومن جهه ثانيه ابو عجله صاير فجعان كثير كثير، واكله زايد عن الحد، يعني يا دوب عم نلحق له برسيم وقش وتبن. ايه قسما بالله، قسما بالله عجزنا، عجزنا على المظبوط. وبعدين يا ريت اكله على قد فعاله. اخونا بالله بيقوم بحص له حوصتين بالارض وبيركض ركض لحتى يتفيى تحت التوته. يعني بالمختصر المفيد صاير كتير بطران وكسلان وفجعان. بينما التراكتور فنجانين بنزير بينكتلك الارض نكت، ولا بياكل ولا بيشرب لا لوز ولا جوز، لك ولا بيختير ولا بيهرهر، ولا بيموت ولا بيمرض، ولا بيكل ولا بيمل. طبعا عمي، لانه التراكتور مصنوع من حديد، يعني قد ما شغلته ما بيتعب، مو مثل ابو عجله ريته يضيع وما يلتقى. بعدين يا بي هذا التراكتور قوته 85 حصان، انت بتعرف شو يعني 85 حصان؟ اكيد بيعرف، يعني بيقلب الجبل وبيطحن الحجار. ابو فارس خليك معي انا، اسمع لقلك تقبرني، هذا التراكتور الارض الجرده جردها بخليها جنه عدن وخضره اليمن. لك روح ابني، روح جيب لي دفتر الموديلات، يلا بسرعه روح. رح جيبه يلا. وانتو من زمان عم تفكروا بهالموضوع؟ بصراحه من شهر. طيب ابو عجلي ما حد نفكر شو بده يكون مصيره؟ يا بي الله يخليك ويطول بعمرك، خلينا بالمهم. هلا اسمع لك يا بي، نحن في عندنا ثلاث قياسات، في عندك كبير ووسط وصغير، بقى شو إلي؟ استنى استنى، شو صغير انت الثاني؟ بدك تفضحنا بالضيعة لك يا فارس؟ والله والله ما بقبل غير تراكتور كبير، هي كسرت الهاقها. ايه قلتك، شو نحن كل يوم نشتري التراكتور؟ طبعا كبير، ما حلوة بحقنا نجيب واحد صغير. امسك يا بي، خد لك نظرة شوف. طيب، ابو عجلي ما حد فيكن فكر فيه؟ لك ولي على قامتي، من قله تور ما في منه خواص بيقول حلبوه، ولك انسالي انسالي يا ابو عجله، هذا من بالك انسى، خلي ذهنك معي. امري ذهنك معي؟ معك معك امري انتي. بكره من عند على بكره بتنزل انت وابنك فارس على المدينه، بتنقوا الموديل وبتنهوا الموضوع. طيب ما معيش مصاري، منين بدي اجيب؟ دبر راسك، بيعه لابو عجله بيعه، والباقي بيتدبروا. لا تشكيلي وتبكيلي وتقلي معي وما معي، عظمك محشه ذهب، جوزي وبعرفك. عظمي محشي ذهب؟ ايه الله يسمع من اثمك. يلا بنتي زينب امشي امشي، نحط له فواكه لعمك ابو فارس، امشي. يا ثوري يا اجمل ثور، ارضي لولا جهودك بور، ولما عنك بستغني مو بكيفي شغلي بالزور. يا ثوري يا اقوى ثور، يلي عزمك ما بيخور، عمرك ما زرت الحكيم ولا مرة فحصك دكتور. بهذه
السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور يا عم. بصراحة نحن جايين نتفرج على تراكتورات، إذا ما عندكش مانع. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. إيه؟ لا خلاص. أنا برا عليك خلاص. لعيونك. ليك يا أبي ليك ليك ليك. شوف لي هالوقت شوف. ما حلو؟ إيه حلو كثير. بس يا ترى هذا أكبر قياس عنده؟ والله ما بعرف، هلا بنسأل البياع. يا معلم. طيب طيب، بعدين بحكي معك. الله معك، مع السلامة. يا اهلا وسهلا، امور يا عم. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. دخلك هذا التراكتور قديش مقاسه؟ يا سيدي عندنا ثلاث مقاسات، وسط وصغير وكبير. انتوا قديش مساحتها بتكون؟ مش كبيره. يا عندك طول شي 40 دنو. يا سيدي هذا زينه العال، بكفي بوفي، خلصت المساله. طيب دخلك هذا شغل وين يعني؟ هذا صناعه محليه، يعني شي تجميع وشي تصنيع. ايوه. طيب تعطينا فكره عن الاسعار؟ يا سيدي القياس الكبير حقه 770,000، والوسط 520، والصغير 460,000. خلاص يا ابي، معناته نحن بناخذ الكبير. شو بناخذ الكبير؟ يعني شو مفكر انت؟ ابوك مريولا ناير؟ يعني 770,000 كثير، يعني لو بعتني واشتريتني ما بجيبش هالمبلغ انا. ديري حالك انت، لا تاكل هم، خلاص بتدبر. ايه معلم؟ امور. امتى الاستلام؟ بعد الدفع فورا. طيب ماشي، لكن نحن يعني يوم يومين ثلاثة بالكثير بنجي لعندك ونتفق. يا اهلا وسهلا، تكرم عينكم. بس احجز لنا اياها. على عيني وراسي. طيب السلام عليكم. الله معكم. السلام عليكم. الله معكم. وشلون بقدر بقى؟ ها؟ فهميني. كل يلي معي يا ذو بيطلعوا 300,000 ليرة، منين بدي اجيب لك مالي؟ يا بسمعنا اقول لك، المصرف الزراعي عم يدين الفلاحين مبالغ كبيرة، خاصة يعني إذا كانت هالمصاري هي مشان خدمة الأرض. بقى شو رأيك تاخد قرض من المصرف الزراعي؟ مزبوط عمي، أكترية الفلاحين عم ياخدوا قروض وسلف. يا حبايبي عليك شو فهم؟ بدك إياني سلم رقبتي للدولة حتى تقصل لي إياها بليلي ما فيهاش ضوء قمر؟ وليش لحتى تقصل لك إياها بعيد الشر؟ معلوم يا عمي، لأنه الدولة رح تاخذ مني فوايد، يعني ما رح تسلفني هالمبلغ على سواد عيوني. صحيح، بس فوايدها كتير بسيطة. قال يا ناس اسمعوا ويا خلق اقشعوا، شلون بسيطة ها؟ طيب يا سيدي، وفلنفرض انها بسيطة، يعني بدك اياني عيش عمري كله واني عم وفي ديوني للدولة؟ لا يا بي لا، مو طول عمرك، يعني بدك تقول شي 15 سنة. وك يخرب ديارك انت وافكارك بجاهل حبيب لمبارك. ليش يا ابي ليش؟ ليش اني فكرك يعني راح اعيش 15 سنه الاخرى؟ لا 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 لا، ولا فال عليك يا ابو فارس، الله يديمك فوق راسنا يا حق. ايه يا ابي، بقى شو قلت؟ ليش عاد الي قول اني؟ ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، انتوا اللي عم تفصلوا وتقيسوا وتلبسوا واني قاعد بيناتكن مثل الطرطور. لا سلامتك ابو فارس، بتضل انت الاصل. قومي زينب، قومي ساوي لنا براد شاي. عجلي وليه؟ تحضر مرتاح تقبرني، تعال. تفضل يا ابي، تفضل لهم. ما شاء الله كان عليك، خاصة انت مهذب قال يعني وموجب. لك يا خي الاوراق كاملة بما فيها ملكية الأرض، وشهادة بأني غير مستفيد من قرض آخر، وشهادة تعريف من المختار. طيب طيب بسيطة، بس صفي عليك شغلة واحدة فقط. وشو هي دام فضلك؟ بدك توقع لنا على سند رهن أرضك للدولة. يعني بدي أرهن أرضي للدولة؟ طبعا، وما بحق عليها لا بيع ولا شراء ولا تأجير إلا لبعد 15 سنة. يعني بالمختصر المفيد، ما بنرفع إشارة الحجز عن الأرض إلا لبعد ما تسدد القرض. يعني بدي أرهن الأرض مشان القرض؟ تمام. بعدين أنت ليش خايف؟ مش خايف، بس يا عمي الدولة يعني والمعاملة مع الدولة يعني دولة، يخرب بيتك دولة هي مش مسخرة. بعرف عمي بعرف، ولا يهمك، كله مضمون. تفضل وقع ليهم. أبعرفش وقيع، بعمره ما وقعتش على ورقة. إيه بسيطة ولا يهمك، أعطيني بهمك. بهمة؟ بصم بصم. ها؟ أيوة. إيه؟ على النسختين. ها؟ والثانية؟ بعد الثانية؟ نعم. هاي الثانية. يسلموا دياتك. الله يسلمك. تفضل، هاي نسخة لك ونسخة لنا. إمتين القبض؟
هلا فورا. تفضل على الشباك الثاني يا سيد محمود، عدل له 350 الف ليره. شكرا خيي. الله معك. مرحبا محمود. يا اهلين عمو. اهلين. تفضل عمي، هدول 290 الف، وقف مع جنب وعدهم منيح. شلون 290 الف؟ ها؟ اطرش اطرش انت اطرش اطرش، ما بتسمعش يعني؟ ليش الكلام الكبير عند الصبح؟ احترم حالك. الزلمه قال لك قبضني 350 الف، شو ما سمعته انت بالظاهر؟ سمعته، بس نحن حسمنا الفوائد قبل بسلف. بعدين بحب ذكرك، لا تنسى كل شهر تيجي لهون مشان ندفع 2000 ليره. 2000 ليره؟ لكن القسط الشهري ولمده 15 سنه. مرت عمي طولوا كثير، ما بقى الا يجوا. يا لطيف يا مرت عمي، قديش مشتاقه اشوف التراكتور. لك وانا كمان، الله يرجعهم بالسلامه، بركي هيك بتتغير حياتنا شوي. سامعه صوت؟ شوفي شوفي يا ام فارس، شوفي هالشوفي ما احلاها. يا الله ما احلى، يا الله ما احلى. لك حلو كثير كثير حلو، بجنن. منصوحين فيه لك ابو فارس؟ شايفه لونه ما احلى مرت عمي؟ إيه لكان ما يبلى، ان شاء الله ما يبلى لك فارس. فارس شلون سواقته؟ مثل الحلاوه. بعدين وينك زينب؟ انا بعجبك بسواقه، الله وكيلك. فتلك بطرش المعزه تبع ابو داغر، برقت فيه بالنص، ما طرقت ولا بمعزايه، مع انه معزاياته كثير غلاز وعفاريت. حلال عليك. هلا بدك تاخذني مشوار؟ ها رح فوت غير ثيابي والبس اواعي جديده،